سمعت الشيخ يسأل أيضا يقول هل يجوز قراءة السورة من القرآن بنية أن يكون أجرها للميت وكيف يكون ذلك؟ لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية إهداء قراءة القرآن الميت كالذين يقرأ الفاتحة على روح الميت، لا أصل له، اقرأ أنت القرآن ثم ادعو الله لك ولأخيك المسلم. وأما إهداء ثواب القراءة فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.